وين رايح الأمور أبو يزن بعد أن ظهرت النتائج؟ يعني هنالك من يقول هي نتائج فيها أيادي خفية، وهنالك من يقول هذه نتائج واقعية. أنت ويا من وش تشوف؟ هذه واحدة من أنزه الانتخابات التي جرت منذ 2003، تتسم بالنزاهة والشفافية، ولم تجري بها عمليات تزوير منظمة كما كان يجري في السابق، لم تجري عملية تصويت واحدة بالإنابة كما كان يحدث في كل انتخابات، يجي واحد مجمع مال القرايب والأهل 100 بطاقة ويصوت بهن كلهن ويكون بايعهن الأحد أو أحد مشتريهن. أنا أذكر بانتخابات 2018 تحملت الصناديق ومالت على قرية في الطريق قبل أن تصل للمفوضية وتبدل ما في الصندوق بغيره. نعم. الطبيعة التقنية التي اعتمدت أو التقنيات التي اعتمدت في هذه الانتخابات لا تسمح ولم تسمح بهذا. كل شخص استطاع أن يحصل على شريط إلكتروني، لأن الجهاز الإلكتروني هو الذي قام بقراءة البطاقات الانتخابية وأعطى النتائج بطريقة عادلة، لم يتدخل فيها الإنسان. ولذلك ربما صار مكان واحد، وأني أقول لك الآن، نعم، وأقول لكل الذين يقولون أن الانتخابات تم تزويرها، خلي يسموا صندوق أو 10 في أي مكان من العراق يعتقدون بي غلط، والمؤكد أنه إذا طلع بها صوت واحد فرق، عود خلي يطلبون بإعادة الانتخابات. هذه الانتخابات نزيهة، ولا تشغل بالك فيما يقوله الخاسرون. أبو يزن، احترامي للخاسرين، احترامي لهم وتقديري، وهي انتخابات يمكن ما كانوا متحضرين لها زين، يمكن جو متأخرين على جمهورهم، يمكن الناس عاقبتهم لأسباب لا أعرفها، ولكن هاي الانتخابات كانت نزيهة.